مساء الخير. اليوم هذه عشان كل الاخوات في هذه المناسبة، وهي مناسبة ممتدة طالما أن الحرية هي مظهر الأساس والعدالة في تاريخ البشرية دائما، اسمحوا لي بوقت أتمنى أن لا يتعدى العشر دقائق لبعض القصائد. القصيدة الأولى: المثقفون يجتمعون. شلة المثقفين يشكلون دائرة تسمح لكلماتهم بالدوران بالتوضع في المسافة بينهم وبين جدران شائكة. نقاشات في الطبيعة والشعر وخلع الأصابع التي تبدو عن القمح والسينما وما يمس الدوات وأوراق النار. الأفاعي الشفافة وقنابل السلع تجد فرصتها مؤاتية للتدخل في سحب الهواء من اللسان المراق. يتابعون أقوالهم كآلات مصنوعة من خشب الساج تحاول فتح الممرات المسدودة وغلق الشرايين. يكررون الصمت ويعيدون بناءه، ومن داخل رؤوسهم يخرجون عوالم مشوشة ليس لها نجوم. إلى متى سيحتفلون بالسر بعد أن فقعوه وألقوا به في منقار الطائر الأسود كدودة ميتة؟ القصيدة الثانية: المصيرة ترتفع. ذات مرة فتحت النافذة فرأيت عصفورا أبيض على شجرة بيضاء. لو تعلمون كيف أن العالم وروحي تلاشيا في بياض غامض. على السواد لا تغلق بابا أسود ولو لمرة واحدة حتى لا تتضخم ظلال الغربان وتتفحم نظراتي إلى الأبد. أحب الألوان سابحة في عيني المتحمستين كما لو أن الشهوة تلتهم كل فراغ، كل إشارة عارية مغوصة في العقل. التنفس يكون صحيحا حين يصفو النطق وتتكسر الأطفال ليسر اقتحام الزمن واقتسام الحب مع الحب. القصيدة الثالثة: كتابة جديدة. هذه كسرة خبز، هذه زجاجة ماء، والطائر يتيم منقاره مفتوح أمام الريح والفضل المستدام. دوامات الموت، دوامات الحياة، ولا أحد يرق قلبه من أخطاء الشمس بنزوة طائر داخل إطار يدوب ويتلاشى. أريد الإفصاح عن العطش وليس عن ظل كلمة خارت قواها، فمن نبع غامض تأتي عبارات خائفة في برودة الثلج. نهر المشاعر يسيل، إنه صراع ضد رغبات الآلهة وحسدهم. إنه صراع ضد رغبات الآلهة وحسدهم. قد تمنحنا الأيام حماسها ونفوز بالبياض، وقد نجول مثل طائر سجين. فصول تكرر أسماءها فيما السواد يجعلنا نحلم بالأجنحة وبالكلام العذب المزعج للعالم. معتقد الرأي قال كلمة واضحة فهمنا منها مقدار خفاض سقف الكهف الممتلئ بالخفافيش والذي لم ينطفئ داخلنا.
الذي لم يصمت وقت الانتحار ليس شبحا، بل مع النسيم اراد ان يكون هو ذاته الذي يحفظ نفقا في الجدار. يا رفاق، لماذا يخاف الظالم من كوب ضوء واحد، من كلمه واحده تلعب خارج باب من اجل ذلك؟ عبر الصمت او عبر الاصوات، غدا سيكون وجه الحياه غير محاط للظلام. لست وحدك في هذا الوقت. اطلق روحك من قيودها لترى ما يحدث، فهذا الاتساع الهائل هو ايضا اثار وجود. وسط الكتله ثمه وجوه ظلال تتفرق وتتجمع. نحتاج الى اكثر من كلمه لفتح المراه. لا خوف تحت سماء ضيقه يمكن ريح الخوف يتحرك وسماع عجلاته دون الخوف منه. سيبقى الحق ملك لساني، ويمكن ان اقول بأعلى صوت احب الابواب والنوافذ واكره الكلمات وهي الشباك. لا يمكن لاحد منع من البحث عن النجوم فوق السلام، ولا امس شجرتين على جدار زنزانه. لا يمكن ان اسلم عقلي الى صوت الصقيل. بمروره استدير لالتقط دبابات الضوء التي جرفت مؤالات الظلم وخبات وسط كلماتها الرخيصه. انا طائر نهر اغنيه تسمع لحدوث انقلاب ربيعي تحت الابصار والزمن. اذا حال الوقت لاكون انا الانسان الذي بلا سلاسل ولا حطام، وتكون لي لغتي الحقيقيه والغارات التي تخترق قرار الجدران. خطوه اولى، يتسع الفضاء او يضيق. الحياه تحتاج الى نظره مشدوده الى العميق والبعيد والواسع، الى قوه قريبه من مخالفات. من يخاف الموسيقى واللغه الممتلئه بالدم يفقد صوته بسهوله وسط الغام من الوجود، ولا يتمكن من كتابه نقطه تتحرك خارج الصقيع. التحولات مغريه جدا للانسان كي يشاهد الجانب غير المكتمل من صورة الله، كي يتجاوز جوهره المطلوب حفل النار الحي. المصر الحقيقي يخطو خطوة أولى جريئة بما فيه الكفاية، أسوة بما يفعل قنديل يرتفي أثر صمت الألوان الحارة في الرماد. التصلية الأخيرة، قنديل. تنديلي صاحب يحب صفاء الظلة لأنه يتلألأ فيها. العيون اللماحة لأضوائه تجسم برؤيتها لقلب العالم للكلمة الظريفة. نوره مرسوم في كتاب في العيون المتسكعة يصنع إيماءات لحرية ذات جناحين لشقة طائر الخطاب. تنديلي في ارتفاءة البؤس في القسوة المثبتة يزيد الألم في العقل ويروج ضحكة الأرض. غنوا وارقصوا وتجردوا من السلاسل لتبقى بؤرة القوم محترمة وسط حبات اللؤلؤ وكل ما يستحقه النظر.